إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. أنا الطالبة غيد بنت سيف بمحمد شراقية، عمري 9 سنوات، بمدرسة واحد الفكر للتعليم الأساسي بنزوة. غيد تهوى القراءة والتمثيل والرحلات وتتمنى أن تصبح معلمة رياضيات. مرحبا غيد. أهلا، كيف حالك؟ بخير. أنت تحبين القراءة صحيح؟ نعم. ومشاركة في مسابقة تحدي القراءة؟ نعم. كم كتاب قرأتي؟ قرأت 50 كتاب. 50 كتاب، ما شاء الله. إيش نوعية الكتب اللي قرأتيها؟ قصص. قصص مثل إيش؟ الأسد والفأر. وإيش بعد؟ قريت قصص الأنبياء. إيش قصة الأسد والفأر؟ إنه كان هناك أسد خلاص خلص من وليمته، أكل وليمته، وبعدين نام هذا الفأر رايح يتمشى برا ولقاه وطلع في ظهره وحس إنه لعبة. وبعدين الأسد استيقظ ومسكه وقال له أنا بأكلك، لكن قال الفأر أنا أساعدك المرة الجاية ما تأكلني. الأسد ضحك وبعدين خلى الفأر قال له انزين. وبعدين في يوم من الأيام كانوا هناك صيادين رايحين يصطادوا وخلوا الشبكة، بعدين هذا الأسد رايح يمشي واصطادت الشبكة وقال أنقذوني. بعدين هذا الفأر راح وقص الشبكة بأسنانه. آه ممتاز. وإيش الحكمة من هذا القصة؟ التعاون. التعاون، ويعني أنه رغم أنه الفأر صغير إلا أنه كان سبب في إنقاذ حياة الأسد، صحيح؟ نعم. ممتاز، أنت رائعة يا غيد. قلتي لي بعد قصص الأنبياء، تحبين قصص الأنبياء؟ نعم. مثل إيش؟ مثل قصة مشطة ابنة فرعون. جميل، مشطة ابنة فرعون يعني هي ما تعتبر من قصص الأنبياء، لكن ممكن تحكيها؟ كان يا مكان كانت هذه المشطة مال ابنة فرعون، كانت تسحي شعر ابنة فرعون، وبعدين طاح المشط من ايدها، ولما مسكته قالت بسم الله. قالت البنت انت تقصد ابوي الله؟ قالت لها لا ما اقصد ابوي ابوش، انه ابو ربي رب ابوش ربي انا واحد. وبعدين راحت هذيك البنت وخبرت ابوها، بعدين ابوها قال حل عمال ماله، قال له جيبوا صفرية كبيرة وخليوا فيها الزيت وشغلوا النار وخليوا الزيت يتناقع. بعدين رميوا اولادها وهي، قالها تكفر ولا لا؟ قالت لها لا انا ما اكفر لان ربي وربك انت واحد. وماتوا كلهم. وماتوا كلهم. جميل، إذن أنت طبعا عجبتني أسلوبك للحكاية، طريقة الحكاية حكيتيها بطريقة واجد ممتازة. هواياتك الأخرى غير القراءة إيش بالضبط؟ تمثيل
الإذاعة المدرسية والرحلات. ممتاز، خلينا نمسكهم هواية هواية. التمثيل إيش تمثلين بالضبط؟ أمثل في المدرسة؟ أيوة في المدرسة وأماكن ثانية. هين أماكن ثانية؟ في مركز الثقافي. في المركز الثقافي بنزوة. أيوة. ممتاز. وإذا الرحلات إذا تحبين أيضا تطلعي خارج نزوة؟ نعم. وين رحتي؟ رحنا مسقط مع أبوي وأمي. أها. وقينا هنا، هذه تعتبر رحلة. أها، اللي هي قصدك في الإذاعة. أيوة. في تسجيل القارة الصغير. صحيح، هذا تعتبر رحلة. جميل. وتقدمين برامج إذاعية في المدرسة؟ نعم. إيش تقدمين بالضبط؟ أقدم قرآن، حكمة، حديث. مقدمة. جميل. وإيش بتختاري لي من التقديم الإذاعي؟ قرآن. قرآن، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنت رائعة يا غيد. إيش أمنيتك تصبحي لما تكبري؟ معلمة. معلمة. معلمة أي مادة؟ رياضيات. ليش؟ إن أنا أحب مادة الرياضيات. تحبين مادة الرياضيات؟ نعم. هذا السبب بس ولا في سبب ثاني؟ لأن أمي معلمة رياضيات. أيوة، أنا عرفت هذه المعلومة قبل التسجيل. أمك تراجع لك رياضيات؟ نعم. والمواد الثانية ما تراجعها؟ راجعها كلهن. أيوة. ممتاز. وأنت شاطرة في المدرسة؟ نعم. متفوقة؟ نعم. وإيش أفضل مادة عندك في المدرسة في الصف؟ رياضيات. عشان كذا أنت تحبين الرياضيات وتتمنى تصبحي معلمة رياضيات. بعد خبرونا من هواياتك العمل التطوعي، صحيح؟ نعم. إيش يعني العمل التطوعي؟ إني أساعد الثانيين، لما يحتاجوا مني شيء أساعدهم وأعطيهم. مثل إيش؟ ساعدت حد يعني في نزوة؟ نعم، إذا زميلي في الصف كان ما عنده قلم أعطيه، أو شيء من الأغراض أعطيه. آه، ممتاز ممتاز. وفي حملات النظافة وهذه الأشياء تعتبر عمل تطوعي بعد، تشارك فيهن؟ نعم. ممتاز. في نهاية هذا الحوار الجميل معك، إذا كان عندك حكمة. من جد وجد ومن زرع حصد. من جد وجد ومن زرع حصد، طبعا هي واضحة لكن أنا أريدك تشرحيها. إنه من بعمل لعمل إيش زرع ونبت النبات مالهم. عنده نبات في المزرعة مالهم؟ نعم. إيش نوع النبات؟ يعني قصدك إنه اللي يشتغل يجد، يعني يحصد ما زرع، صح؟ نعم. من زرع حصد، يعني أنت إذا زرعت شيء، بس إذا زرعت مثلا ليمون تحصد الليمون، صحيح؟ نعم. ممتازة. أنت رائعة يا غيد. إذن غيد بنت سيف بن محمد الشريقية، البالغة من العمر 9 سنوات، التلميذة بمدرسة واحة الفكر للتعليم الأساسي بنزوة. شكرا جزيلا لك. العفو. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري. القارئ الصغير.